السلام عليكم جميع موزعين ان اند او كوزمتيك. يوم 22 ماي 2019 معكم زكريا فتحاني مؤسس شركة ان اند او كوزمتيك. هذا الاوديو موجه لكم خاصة بدرجة اولى. كيف ما كيعرف الجميع الحمد لله احنا في دولة الحق والقانون، والحمد لله هذا المشروع اللي دائما احنا كنآمنوا به من النهار الاول، من نهار بديناه، من نهار كنا كنحلموا به، من نهار كانت عندنا ديك 2000 درهم هي اللي في جيبنا واللي بغينا نبداو بها هذا المشروع، وحنا مثبتين به ومآمنين به لانه كنقول بحال شي ولد صغير تتكبر فيه. الحمد لله استطعنا نحققوا نجاحات كبيره اللي مازالت تتذكر لحد الان. فكان هناك على اي مشروع ناجح كانت هناك تشويشات، كانت هناك اشاعات، كانت هناك ايادي ديال 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 التهديم وديال هذا. الحمد لله احنا لقينا القضاء اللي نصفنا، دزنا في المرحله الابتدائيه، دزنا في البوليس، دزنا في المرحله الابتدائيه تحكمنا ابتدائيا، دزنا في المحكمه الاستئنافيه تحكمنا استئنافيا، وتعينات خبرات قضائيه اللي لبت بشكل نهائي في طبيعه هذا النشاط. هل الاشاعات اللي كانت كتقال قبل هل هي صحيحه او غلطه؟ هاد الناس ديال القضاء ما تيحكموش بالقيل والقال، تيحكموا بالوثائق وتيحكموا بالواقع وتيحكموا بالخبرات اللي هما خبراء معترف بهم، هما اللي كيحددوا طبيعه النشاط وليس بالكلام. والحمد لله تحددت الطبيعة وتبرأنا، و القضاء أعطانا الحق ديالنا، ولهذا أنا من جهتي كنبغي نعطيكم واحد الخبر ونحطكم أمام أمر الواقع، خبر مفرح بطبيعة الحال. الأمور ديال رفع الحجز تبلغت بها البنك، هذه 4 أيام باش تبلغ البنك، وما هي إلا إجراءات بنكية وغيرفعوا الحجز على الحساب ديالنا. ومن بعد معاناة كثيرة عانينا احنا وياكم، أنا شخصيا الشركة وانتوما كاملين، الحمد لله بال الحق، وإن شاء الله ما هي إلا مساطر بنكية وغيترفع الحجز اللي حلمنا بها هذه 3.5 سنين، وإحنا تنتمحنوا كل نهار لهذه اللحظة واللي غادي نتذكروها كاملين. هاي الخبر فراسكم، إذا نطلب منكم كاملين دعوا معنا، عائلاتكم كلهم يدعوا معنا. الهدف ديالنا هو أننا عندنا واحد التحدي، عندنا واحد الرغبة جامحة أننا نرجع الشركة للنشاط ديالها بمنتوجات جديدة بطرق جديدة، وترجع هذه الشركة ونعود نشتغلوا كاملين وما يضيع حتى واحد فينا، ونكونوا عند كلمتنا ونكونوا عند حسن ظن الجميع. هذا هو المهم. تنشكركم كاملين وانا مسامح الجميع، وتنشكركم كاملين وتنطلب منكم تدعوا معنا في 10 الأواخر ديال رمضان. الحمد لله انا شخصيا كافحت وصبرت وما عمرني استسلمت لاجل هذه اللحظه هذه ولاجل الاستمراريه ديال هذه الشركه، لانه مشروع مغربي فيه متدخلين كثار، فيه جمعيات، فيه 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 دي كوبيراتيف، فيه كنخدموا بطريقه غير مباشره المجال القروي ديال الاركان، وكنخدموا بشكل مباشر الموزعين اللي كاينين في المجال الحضري. يعني مشروع تضرر منه بزاف ديال الاطراف من بعد هادشي اللي وقع. لهذا احنا كنتمنوا نرجعوا اقوى ان شاء الله، ونكونوا عند حسن ظن الجميع. اذا هذا هو الخبر اللي بغيت نشاركه معكم، واللي الحمد لله والشكر لله احنا في دولة حق القانون، رجع لنا الحق ديالنا وبال الحق عن طريق واحد المساطر قانونيه اللي احترمناها وتبعناها الى اخر رمق، وكنا دائما موجودين للقضاء وموجودين لاي جهه لتبيين الحق. والحمد لله والشكر لله. تنشكر الجميع اللي ساند الشركه، كنشكر كاع الناس سواء اللي معانا او لا اللي سامع لينا، وتنقول لكم
كيف ديما تنقولها ولو واحد الخطرة ما بقاش عندها الطعم ديالها، ولكن دابا غادي تعاود ترجع للطعم ديالها. غنتلاقاو في القمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا 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 للجميع. Bein Digital, le digital qui rapporte.